نيشان اهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. شكرا لكم لكل متتبعي ويب سايت ميوزك نيشن. نحن اليوم متواجدين بمسرحيه شمس وقمر باول عرض لها بكازينو لبنان. شو بتحط وجه كلمه لفايز الغناء العربي عاصي الحلاني وابطال العمل؟ يكفيهم فخرا انه فخامه رئيس الجمهوريه اللبنانيه هو اللي رح يرعى هذه الافتتاحيه، افتتاح هذه المسرحيه. انا بعتقد انه لما يرعى فخامة الرئيس هيك عمل، بتصور انه بصمة النجاح تبان قبل بدء المسرحية او قبل بدء العرض الاول. بعتقد عاصي الحلاني بيستاهل هذا التقدير الرئاسي، نادين الراسي بتستاهل هذا التقدير الرئاسي، وجدي شيا بيستاهل، وكل فريق العمل والمخرج جهاد أندري. انا بعتقد بانه بلبنان اليوم لما منشوف مقام رئاسة الجمهورية عم بتشارك بالفترة الأخيرة بكتير من مناحي الحياة الإعلامية، سواء ببرامج تلفزيونية أو برعاية أعمال مسرحية من هذا النوع، أول شيء بتصير علاقة أقرب ما بين الرئيس والمواطن. ثاني شيء بيوحي بثقة. مش بعيد أبدا هيدا الموضوع عن قصر بعبدة والرئيس سليمان، مش بعيد هذا الموضوع أبدا عن قصر بعبدة والنزعة الرعوية للرئيس باهتمامه بالمواطنين. أنا فخور كتير بعاصي، فخور كتير بنادين، فخور أنه عمل لبناني بكازينو لبنان بخضم هذه المعارك والأزمات العربية التي بدأت ولم تنتهي أبدا. مبسوط كتير. شمس وقمر بصمة جديدة بالمسرح الغنائي اللبناني، وإن شاء الله خير، توقعات عالية جدا. قديش بتشجع هيك نوع من المسرحيات، وخصوصي أنه بتحكي عن واقعنا الحالي بلبنان وبالعالم العربي؟ دمج السوشيال ميديا بسياق المسرحية، بحبكة المسرحية، هي فيها ريادة. لأول مرة رح نلاقي، بعتقد حسب ما خبرني أستاذ وجدي شيا، لأول مرة نلاقي أنه بهالضيعة في الناس قاعدين بالقهاوي وعم بيبعتوا لبعضهم عبر تويتر والسوشيال ميديا والفيسبوك و كل الاخبار اللي عم تنقل او عم تتناقل بشرايح المجتمع. اضف الى ذلك عاصي فارس، بتعرف هو سيد مسرح، يعني عاصي وقتها بيوقف على المسرح بترج الخشبه تحت اجريه، لانه بيعرف ابن بعلبك بيعرف تماما كيف يولعها. ونادين الراسي عندها خبره بعتقد لبنانية وبان أراب، تقدر تمسك مسرح وتقدر تجذب مشاهد، يعني شيء زي ماجنت مغناطيس. فبعتقد انه سوا مع كل الطاقم الموجود، ما بحب انسيهم ابدا، بس بعرف انه ممثلين كثر ومهتمين بادق التفاصيل حتى العمل المسرحي ينجز بشكل صائب وبشكل هادف. بعتقد بانه اللبنانية كلهم رح يجوا يحضروا هالمسرحية، بعتقد. وإذا اعتقادي مش بمطرحه بدعيهم يجوا يحضروا هالمسرحية. أستاذ نيشان، شو فيك تعطينا هيك سكوب اكسكلوسيف لميوزك نيشن؟ اكسكلوسيف لميوزك نيشن، شكرا لكم. بدي لكم بدي اقول انه برنامجي رح يبدا قريبا اذا الله راد. صار في كتير حديث عن يوم البرنامج، اذا كان يوم تنين او كان يوم خميس او غير ايام. بعتقد انه رح يتبرمج يعني بهاليومين، وأنا شخصيا طلع عبالي أن يكون البرنامج التنين. الأول كان بدي يكون التنين. البرنامج راح يستضيف ضيفين كل حلقة، أنا بتكلم باسمك وأنت بتتكلم باسمي، فكل واحد ينطق باسم الآخر بما ثابت ناطق رسمي للضيف الثاني والعكس صحيح. هذا كل شيء لغاية الآن بقدر أعطيكم يسكوب. أنا بدي أشكرك على هذه المقابلة، وشو بحب توجه بكلمة أخيرة عبر كاميرا ميوزك نيشن؟ ميوزك نيشن، بحب من الموقع نيوز ميوزك نيشن، لأنه إذا الواحد ما بيعرف يلفظ صح الكلمات بتصير ميوزك نيشان. بحب هالخلطة بين نيشن ونيشان. فبدي أتمنى لكم كل تقدم وكل الثبات على المصداقية، لأنه اليوم بالصحافة اللي بيميز موقع إلكتروني عن موقع إلكتروني آخر هو الثبات في المصداقية، والثبات الصحفي أهم بكتير من السبق الصحفي. هذا اللي بدي أقوله.
انه تتاكد من مصدرك، تجيب الخبر اسرع شيء وتنشره اول واحد، بس بنفس الوقت تكون مسؤول قدام القارئ عن صدقيه ومصداقيه الخبر، وهذا اللي بتميزوا فيه اني وزن تبين. شكرا لكم. شو نطرنا وما تهنينا بالطاقة.